بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأرحب بكم. ضيف الجزائري على شاشات التلفزيون الجزائري. هذه الحلقة اشتغل على مواضيع متعددة، وله في المواضيع التي اشتغل عليها مجموعة من المؤلفات، لعل أبرزها الحوار التقريبي بين المذاهب الإسلامية. له كذلك عبد المتعال الصعيدي رائد الإصلاح والتقليد، له كذلك الحوار الإسلامي المسيحي من خلال التجارب التونسية المعاصرة، له كذلك قراءة في علم التفسير، ومجموعة من المؤلفات، كما نال وحصد مجموعة من الجوائز، لعل أبرزها الجائزة العالمية لحوار الحضارات سنة 2021-2022 بكتاب تحت عنوان خطاب الكراهية وإشكالية التواصل الحضاري. له مجموعة من المؤلفات والمقالات باللغتين العربية والفرنسية، منشورة في مجموعة من المجلات المحكمة وغيرها من المناشط والفعاليات. إذن ضيف الجزائر على شاشات التلفزيون الجزائري هو فضيلة الدكتور علي بن مبارك، الباحث في الدراسات الحضارية تونس. نسعد بالترحيب به بيننا. أهلا وسهلا بك ضيفنا. شكرا. أهلا بك وشكرا على هذه الاستضافة. سعداء بتواجدك معنا في هذا البلاطو. بداية أستاذي الفاضل، لعلني أتوقف معك عند كتابكم الموسوم بخطاب الكراهية وإشكالية التواصل الحضاري، قبل أن ألج إلى موضوع الحوار. نعم، هو هذا الكتاب في الحقيقة في الأصل كان مقترحا شاركت به في المسابقة العالمية لحوار الحضارات بقطر، وأنجزته في حدود تقريبا 350 صفحة، وبعد التحكيم نال يعني شرف الفوز بالجائزة العالمية لحوار الحضارات. وفي هذا الكتاب ركزت على خطاب الكراهية، خاصة عند المفكر المصري محمد عمار من خلال كتبه ومؤلفاته، كيف تحدث عن الكراهية وخطاباتها، وكيف ربط مسألة الكراهية بالعلاقات بين الحضارات ومسألة التواصل الحضاري. لأن نشكو اليوم مشكلة كبيرة جدا على مستوى التواصل الحضاري، وهناك توتر بين الثقافات والحضارات، خاصة بين الحضارتين العربية والغربية. ولذلك أردنا أن ندرس هذه الظاهرة حتى نفهم ما هي أسباب الكراهية أو خطابات الكراهية التي نجدها اليوم في الغرب مثلا ظاهرة الإسلاموفوبيا، ظاهرة العداء للإسلام والعرب في بعض المجتمعات الغربية، وما هي الحلول الممكنة التي يمكن أن نصل أو أن نقترحها حتى نتجاوز هذه المشكلة وأن نؤسس لتواصل حضاري بناء يقوم على التفاهم والتعاون والتآزر والتعارف، وبعيدا عن المركزية وعن الهيمنة وعن السيطرة. هذا هو تقريبا هو الكتاب. نعم. فماذا عن الفكر الإصلاحي، يعني أهمية التجربة الإصلاحية في تونس وتأثيرها وتأثرها بالمشرق والمغرب، صلب موضوع مداخلتكم بالملتقى الدولي الذي تشاركون فيه بدعوة من جامعة وهران هنا بالجزائر؟ نعم، شكرا. ارتأيت في الحقيقة أن أشتغل في هذه الورقة العلمية المقترحة في هذا الملتقى حول الفكر الإصلاحي التونسي ومساهمة هذا الفكر في تجديد الفكر الديني. واخترت هذه التجربة بالأساس لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن هذه التجربة لم تأخذ حظها من الدراسات والبحث، فعندما نعود إلى الكتب التي أرخت الفكر الإصلاحي المعاصر لا نجد اهتماما كبيرا بالتجربة المغاربية عموما والتجربة التونسية بصفة أخص.
وفي أحسن الحالات نجد ذكرا طفيفا لإسهامات خير الدين التونسي مثلا في كتابه أقوى المسالك، ولا نجد تعميق أو تعمقا أو تحليلا عميقا لأفكار رواد هذه التجربة وإسهاماتهم النوعية فيما أراها في مجال تجديد الفكر الديني. فلذلك أنا أردت أن أركز على التجربة حتى أعرف بأعلامها وبأفكارها الإصلاحية وبإسهاماتها في هذا المجال، وأيضا بتأثيرها مشرقا ومغربا على تجارب إصلاحية أخرى. لكن قبل أن ربما أن نتحدث عن هذه التجربة وعن خصوصية هذه التجربة، إذن لابد أن نتحدث عن العوامل التي ساهمت في وجود مثل هذه التجربة الإصلاحية. يعني وجود فكر إصلاحي في تونس أو في المغرب العربي ليس أمرا اعتباطيا، خاطر إذا علمنا أن الفكر الإصلاحي التونسي كان له السبق زمنيا ومعرفيا في طرح مجموعة من القضايا، لأن بعض المفكرين مثلا أدونيس على سبيل المثال في كتابه الثابت والمتحول يربط الفكر الإصلاحي العربي المعاصر أو الحديث بغزوة نابليون على مصر، ويرى أن الفكر العربي الحديث بدأ يفكر في مجموعة من القضايا الدينية ومراجعة هذه القضايا بعد أن اصطدم بالفكر الغربي أو صدمة الحداثة كما تقال، وعندما اكتشف الغرب عفوا من خلال نابليون وغزوته. ولكن هذا في الحقيقة ليس دقيقا، لأننا نجد في القرن 18 من كتب أو ألف كتب إصلاحية عميقة فيها تجديد، وقبل أن يغزو أصلا نابليون مصر. هذا ما يدعونا إلى التوقف عند هذه المحطة، ربما تعد محطة محورية في بحثكم، ألا وهي الفكر الإصلاحي في تونس في القرن 18 ميلادي. لماذا نحن تحدثنا عن القرن 18؟ لأنه عادة حتى في تونس أغلب الذين درسوا الفكر الإصلاحي ركزوا على القرن 19، هو قرن الذي ظهر فيه خير الدين التونسي، وظهر فيه محمد بيرم الخامس وأحمد ابن أبي الضياف صاحب كتاب الإتحاف وثلة من المصلحين. ولكن في الحقيقة هذه المدرسة الإصلاحية الفكرية مرتبطة فكريا على الأقل بالقرن 18، لأن سنجد إرهاصات أو بوادر هذا الفكر الإصلاحي في القرن 18 وخاصة مع محمد بيرم الأول. محمد بيرم الأول الذي كتب كتابا طريفا وهو رسالة في السياسة الشرعية، قدم فيه أفكارا دينية جديدة تتعلق أساسا بالأحكام السلطانية وبفقه الفقه السياسي إن شئنا. وهذا الكتاب كتب بطلب من حمودة باشا في تلك الفترة على أساس أن الفكر الديني أصبح مورطا في الفساد والاستبداد، وأصبح يؤيد وربما يبرر أحيانا الفساد والفاسدين والاستبداد والمستبدين. فلذلك أراد محمد بيرم الأول أن يضع الأمور في نصابها وأن يضع مجموعة من القواعد رأاها هو قواعد شرعية لابد أن يتم الالتزام بها، واستند في ذلك أساس على المقاصد مثل مقصد العدل. إذن إذا كانت الفكر الديني لا يحقق العدل حسب رأيه فهو فكر ديني مشكوك فيه، وإذا كان الفكر الديني يبرر الظلم والاستبداد فإنه لا علاقة له بالدين. فكانت هذه بداية الفكر ربما الإصلاحي في بداية القرن 18، وهذا أثر ووجه عدة تجارب إصلاحية في القرن 19. هذا يعني عن القرن 18، فماذا عن أهم المحطات التي نجدها في الفكر الإصلاحي التونسي في القرن 19؟ نعم، كما قلت قبل حين في الحقيقة هناك تواصل، يعني ليس هناك قطيعة. فالمدرسة التونسية الإصلاحية هناك تواصل بين الحقبات، وما كتبه محمد بيرم الأول سيؤثر بطريقة أو بأخرى على أدبيات القرن 19. يمكن أن نميز في القرن 19 بين مدرستين إصلاحيتين كبيرتين. المدرسة الأولى نسميها التيار المدرسي، التيار المدرسي
وهو يمثل أو يشمل مجموعة من المفكرين والمصلحين الذين درسوا في مؤسسات تعليمية عصرية أو عسكرية. والتيار الثاني هو التيار الزيتوني، ويشمل أو يشتمل على مجموعة من علماء الزيتونة الذين اختاروا المنهج التنويري، والذين تمردوا على الثقافة الدينية التقليدية واقترحوا أفكارا دينية جديدة تقوم أساسا على التنوير، تنوير العقول ومراجعة الخطابات الدينية. بخصوص المدرسة الأولى، لعل أشهر ممثل لهذه المدرسة أو لهذا التيار المدرسي هو خير الدين التونسي، أو خير الدين باشا كما يعرف في بعض الدول. خير الدين التونسي يعتبر عماد وأساس الفكر الإصلاحي في القرن التاسع عشر، بمعنى أن تقريبا كل التيارات وكل الشخصيات الإصلاحية كانت تدور حوله. هذا الرجل لا يفيه الحق ولو تحدثنا عنه في ساعات وساعات. خير الدين التونسي درس في المدرسة العسكرية، المدرسة العسكرية أو الحربية، المدرسة الحربية التي أسسها أحمد بيه في بداية القرن التاسع عشر، وكان من أول خريجين هذه المدرسة ضابطا عسكريا. ولكن رغم ذلك كان له فكر إصلاحي لا يستهان به. ومن أهم ما أصدر وألف كتاب أقوى المسالك في معرفة أحوال الممالك، وهو كتاب في عدة مجلدات، ولكن مقدمته بالأساس هي مقدمة تأسيسية للفكر الإصلاحي. طرح فيه عدة أفكار قوية، انتقد الفكر الديني التقليدي المحافظ الذي يمنع الإصلاح ويمنع التقدم، وانتقد أيضا الفكر السياسي التقليدي والرجع بين ظفرين الذي يشد إلى الوراء، لأن خير الدين كان يفكر دائما في المستقبل، في التقدم، واعتمد منهجا توفيقيا بين الأخذ عن الغرب والأخذ عن الحضارة العربية الإسلامية. إذن هو لم يتنازع عن هويته، ولكن تعامل مع الهوية العربية الإسلامية بنظرة نقدية تنويرية إحيائية، وفي المقابل تعامل مع الغرب بنظرة أيضا نقدية مسؤولة. إذن هو يقول نحن لا نأخذ كل شيء عن الغرب، نأخذ ما يناسبنا وما يفيدنا اليوم، وفي نفس الوقت لابد أن نتعامل بروح النقدية مع تراثنا الديني والإسلامي، ولابد أن نبحث عن التجديد في هذا التراث، وأن نراجع بعض المصطلحات، وأن نراجع بعض الأفكار. فخير الدين التونسي يعتبر ربما قوام هذه التجربة. هناك شخصيات أخرى كثيرة جدا، لعل أهمها محمد بيرم الخامس الذي كان رفيقا لخير الدين في كل تجاربه الإصلاحية، حتى عندما أصبح خير الدين وزيرا ووزيرا أعظم، وقام بعدة إصلاحات سياسية حقيقية على مستوى المنظومة الإدارية، على مستوى المنظومة الاقتصادية، على مستوى الأوقاف، على مستوى تأسيس مجموعة من المكتبات، على مستوى رائد الرسم التونسي وتطويره. كان محمد بيرم الخامس شريكه الفعلي في كل هذه المحطات، وكتب كتابا صفوة الاعتبار، وهو كتاب في الحقيقة يحمل أفكارا إصلاحية قوية جدا خاصة في المجال الديني. ولكن كما حصل لخير الدين، انسحب من تونس وذهب إلى إسطنبول واستقر هناك وتوفي هناك. انسحب أيضا محمد بيرم الخامس والتحق به، ثم التحق بمصر، وفي مصر أيضا ساهم في تطوير الفكر الديني وفي الإصلاح، وأنشأ مجلة تسمى مجلة الإعلام، مجلة نوعية جدا فيها أطروحات فكرية قوية جدا وإصلاحية، وخاصة الكلمات الاستهلال، المقدمات التي كان يكتبها لهذه المجلة تستحق أن تكون حقيقة مادة للبحث. نجد في القرن التاسع عشر أيضا عدة شخصيات لم تأخذ حظها، مثل الشيخ سالم أبو حاجب، وهو المرجح أن يكون الكاتب الحقيقي لكتاب أقوى المسالك لخير الدين، لأن خير الدين كان أعجميا وكان لا يتكلم جيدا اللغة العربية، فلذلك يرجح أن هناك شخصيات كتبت هذا الكتاب، وهو كان يملي الأفكار، ولعل سالم أبو حاجب هذه من هذه الشخصيات التي ألفت هذا الكتاب. سالم أبو حاجب له كتابات أو مؤلفات وأفكار، ولكن للأسف أغلبها ضاعت واندثرت لأسباب نعلم نجهلها، ولكن ترك بصمته خاصة على من جاء بعده. يعني له الفضل ربما في تواصل الفكر الإصلاحي التونسي إلى القرن العشرين،
سنجد مدرسة جديدة تنشأ في القرن العشرين، لعل من أهم رموزها الشيخ عبد العزيز الثعالبي، وهو من أصول جزائرية، هو انتقل من الجزائر مع عائلته واستقر في تونس، وأصبح علما من أعلام الإصلاحي، خاصة في كتابه روح التحرف في القرآن الذي كتبه سنة 1904. وعبد العزيز الثعالبي هو مؤسس الحزب الدستوري التونسي الذي قاوم الاستعمار والذي أخرج فرنسا، كانت له خلفية سياسية أيضا، والرجل معروف بكثرة رحلاته وتنقلاته في المشرق، زار المشرق ودرس في جامعة آل البيت في العراق 4 سنوات، وذهب إلى الكويت وإلى الهند وإلى الصين، وتقريبا زار كل دول العالم، رجل متنقل جدا وله رؤية إصلاحية ثاقبة، وهو شيخ زيتوني. بسم الله ما شاء الله. هذا عن أهم المحطات الفكر الإصلاحي في تونس في القرن 19، فما هي أهم دعائم التجديد الفكري الديني في التجربة الإصلاحية التونسية؟ نعم. بالنظر إلى ما تقدم من محطات في القرن 18 والـ19، يعني لو أردنا أن نبحث عن الخيط الواصل بين كل هذه التجارب في القرن 18 والـ19 وحتى في بداية القرن 20، سنرى أن الفكر الإصلاحي التونسي راهن على مجموعة من المحطات أو من العناوين الكبرى. أول هذه العناوين الكبرى هو ضرورة تجديد الفكر الديني، لأنه تفطن أن الفكر الديني القائم أصبح فكرا بائسا مأزوما لافي بالحاجة ولا يشجع على التقدم والتطور. فلذلك سنجد مثلا عند خير الدين التونسي أو عند محمد بيم الخامس نقدا لاذعا للفكر الديني القديم ولرجالاته أيضا، حتى لعلماء الدين، خاصة عند خير الدين في أقوى المسالك هناك نقد لعلماء الدين محافظين ينقدهم صراحة وضمنا ويتهمهم بأنهم يسميهم الغافلين في المقدمة، الغافلين من علماء الدين الذين لا يفهمون المرحلة وغير قادرين على فهم التحولات التي حصلت في القرن 19 وهو قرن التحولات الكبرى. فهذه محطة أساسية وهو نقد الفكر الديني، ومن ثم إحياء الفكر التنويري خاصة الفكر الخلدوني، سنجد أن خير الدين سيعتمد كثيرا على ابن خلدون، وكذلك إحياء الفكر المقاصدي. والفكر المقاصدي هو فكر يحاول أن ننظر للكليات لا إلى الفروع والجزئيات، ويركز على مجموعة من المقاصد الكبرى التي جاءت من أجلها الرسالات، مثل مقصد السلم، مقصد العدل، مقصد حفظ الحياة، حفظ النفس، حفظ العرض، تحقيق الأمن، تحقيق الاستقرار والتوازن. فهناك في الحقيقة مجموعة من المقاصد حاول الفكر الإصلاحي أن يفكر فيها. أيضا الفكر الإصلاحي التونسي حاول أن يعيد النظر في مجموعة من المصطلحات التقليدية وأن يجدد فيها حتى تستجيب للحظة الراهنة وحتى تصبح عاملة أو محفزا للتقدم لا معرقلا له. فنرى هذا مثلا عند خير الدين في بعض نصوصه يقف عند بعض المصطلحات مثل مصطلح الإسلام، الإيمان، الإحسان، مصطلح الدارين، ويبين أن هذه المصطلحات شهدت انسياحات كبيرة سابقا ولا بد أن نصحح من معانيها ودلالاتها حتى تقربنا إلى المفهوم الأقرب والأصلح ربما للدين اليوم. أيضا نجد في الفكر الإصلاحي التونسي حديثا عن الحرية وعن العدل، وهذه مفاهيم جديدة، فنجد حديثا كثيفا عن الحرية، الحرية الدينية، حرية التعبير، الحرية الشخصية، الحرية السياسية، حديثاً عن العدل في مستوياته المختلفة. وهذه المفاهيم في الحقيقة بني عليها الفكر الإصلاحي التونسي، إما إحياءً لما كان سائداً في التراث الإسلامي، ونحن نعرف أن مثلاً المعتزلة اهتمت بالعدل واهتمت بالحرية، أو تأثراً بما جاء في الغربي وفي أدابياته التنويرية، لأن نعلم جيدا أن الفكر الغربي التنويري أساسا اهتم بالعدل وبالحرية والمساواة، فحاول الفكر الإصلاحي التونسي أن يستوعب هذه المفاهيم وأن يعيد صياغتها بطريقة قريبة من هموم الناس ومن الثقافة الإسلامية حتى يتم استيعابها بسرعة. هذا
يعني كنقاط أساسية بنينا عليها موضوعنا. فضيلة الدكتور علي بن مبارك الباحث في الدراسات الحضارية التونسية، من خلال تطرقي إلى مثل هذه الدراسات الإصلاحية سواء في القرن 18، 19، المقومات، أساليب التجديد وما إلى ذلك، ما حاجتنا اليوم نحن في التطرق إلى مثل هكذا تجارب؟ هل هي مدعاة للاستفادة أم أنها تبقى حبيسة الأدراج؟ نعم، ربما للأسف نحن إلى حد الآن لم نستفد من هذه التجارب لعدة أسباب. السبب الأول أن هذه التجارب أهملت ووقع القطع معها أحيانا لأسباب سياسية، ونحن الآن أصبحنا نعود إليها ونحاول إحياء هذه التجارب حتى نستفيد منها. ثانيا، عندما نقرأ أدبيات هذه التجربة نشعر أن الأمس شبيه باليوم وما أشبه الأمس باليوم. نرى أن القضايا هي نفسها تقريبا، الاستبداد والظلم والتخلف العلمي والتخلف الاجتماعي والأمية وتفكك المجتمع والفساد المالي والفساد الإداري، هذه كلها القضايا التي حاربها خير الدين التونسي يوما ما، وحاربها محمد بيلم الخامس يوما ما، وحاول أن يجد حلولا لها وتعثر في هذه الحلول. ونحن اليوم نعيش نفس المشاكل تقريبا بصياغ مختلفة وبعناوين مختلفة، ونعيد نفس الأخطاء أيضا لأننا لم نستفد من تجارب السابقين. يعني مثلا مسألة الفساد ومحاربة الفساد، خير الدين التونسي تقريبا همه الأساسي في الفكر الإصلاحي محاربة الفساد والفاسدين، وهذا كلفه الكثير. نجد هذا في كتاباته صراحة، وحارب الفكر الديني لأنه برر الفساد والفاسدين أيضا وتعاطف معهم وتحالف معهم. فبعض علماء الدين للأسف يتحالفون مع الفاسدين لمصالح قد تكون مادية قد تكون شخصية، لتحقيق بعض الامتيازات. فخير الدين انتقده وبحث عن أسباب الفساد من كل جهات، ثم حاول عندما أصبح وزيرا أن يصلح في عدة مجالات. يعني قام بإصلاحات على مستوى الإدارة، قام بإصلاحات على مستوى التعليم الزيتوني، قام بإصلاحات على مستوى الثقافة فأنشأ مكتبات مثل المكتبة الصادقية مثلا، كانت مكتبة كبيرة جدا. قام بإصلاحات على مستوى نشر الثقافة فجاء بمطبعة، هو كان أول شخص أدخل مطبعة إلى تونس وطبع، وكتابه كان أول كتاب طبع في هذه المطبعة أقول مسالك، وهذا ساهم في نشر الثقافة بين الناس. أيضا خير الدين التونسي حاول أن يحقق نوع من التوازن الاجتماعي من خلال تشجيع بعض الحرف وبعض المهن إلى غير ذلك، ولكن مع ذلك كان هناك تعثر لا نقول فشل، وهذا يستحق الدرس حتى نستفيد من عبر الماضي وبين عبر القدام. نعم، هذا يعني جملة النقاط التي أتينا عليها في لقائنا هذا من برنامج ضيفي الجزائر، الدكتور علي بن مبارك الباحث في الدراسات الحضارية تونس. أشكرك شكرا جزيلا، أترك لك مسك الختام مع متابعي برنامج ضيفي الجزائري، ضيف الجزائر عبر شاشات التلفزيون الجزائري. شكرا، تحية إلى الجزائر وإلى أهل الجزائر، تحية حب وعشق، وأرجو أن تكون هذه البادرة بادرة تعاون أكثر بين الشعبين خاصة على مستوى الجامعي والأكاديمي. شكرا فضيلة الدكتور علي بن مبارك الباحث في الدراسات الحضارية تونس، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه جولتنا مع الدكتور علي بن مبارك الباحث في الدراسات الإسلامية، جنة معه في جملة من النقاط لعل أبرزها الفكر الإصلاحي التونسي في القرن 18، أهم محطاته في القرن 19، مقومات التجديد في الفكر الديني في التجربة الإصلاحية التونسية، ثم حاجتنا اليوم إلى مثل هذه الدراسات. أشكركم شكرا جزيلا، إلى أن ألقاكم مع ضيف آخر من ضيوف الجزائر على شاشات التلفزيون الجزائري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.